أعلنت أونر عن هاتف X8 أحد أبرز الهواتف التي قدمت قيمة مقابل سعر، ويختلف عن هاتف 8X الشهير الذي صدر في عام 2018. دعونا نتعرف عليه. مراجعة سريعة. يأتي الهاتف بتصميم أنيق وجذاب. تم تصميم الهاتف بهيكل نحيف وخفيف الوزن بسماكة 7.45 ملم وزن 177 جراما فقط. الهيكل بلاستيكي بزوايا دائرية وظهر مطفي بلون يعكس الضوء. الواجهة الأمامية تستحوذ عليها الشاشة بحواف نحيفة جدا ما عدا الجهة السفلى، وهناك ثقب أعلى المنتصف للكاميرا الأمامية. من الخلف نجد نافذة الكاميرات مربعة الشكل وبارزة عن الظهر أعلى اليسار. تتضمن عدسات الكاميرا والفلاش. يتضمن الهاتف قارئ بصمة إصبع على جانب الهاتف. الشاشة جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 6.7 إنش، جودتها Full HD Plus، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز لتقديم تجربة تنقل ولعب سلسة. يعمل الهاتف بمعالج سناب دراجون 680 من كوالكوم للفئة المتوسطة، والمبني بمعمارية 6 نانومتر. يأتي بثماني أنوية بسرعة أقصاها 2.4 جيجا هرتز، ويعد جيدا من حيث توفير استهلاك الطاقة. معالج الرسوميات هو أدرينو 610. يتوفر الهاتف بإصدار واحد 6 جيجا بايت رام و128 جيجا بايت ذاكرة داخلية. وهناك تقنية رام توربو التي تقدمها أونر تسمح بتحويل 2 جيجا بايت من ذاكرة التخزين إلى ذاكرة رام افتراضيا لتعزيز الأداء. تعمل هذه التقنية عن طريق ضغط تطبيقات الخلفية وتبكير الهاتف من فتح المزيد من التطبيقات دون التضحية بالكفاءة، فيمكنك التبديل من تطبيق إلى آخر دون الحاجة إلى إعادة فتح التطبيق السابق مرة أخرى. نظام التشغيل هو أندرويد 11 مع واجهة أونر ماجيك يو آي 4.2، وهنا خدمات جوجل موجودة بشكل طبيعي بدون مشاكل. يمكن تركيب شريحتي اتصال 4G، حيث لا يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، ويحتوي الهاتف سماعة واحدة في الأسفل، أي يفتقد الصوت تجربة ستيريو. هناك مدخل 3.5 ملم لتوصيل السماعات السلكية. الكاميرا الأساسية جاءت بدقة 64 ميجا بيكسل تلتقط صورا جيدة، والعدسة الثانية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجا بيكسل بزاوية واسعة، والثالثة ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل، والرابعة عدسة لقياس العمق بدقة 2 ميجا بيكسل أيضا. الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميجا بيكسل، ويمكن تصوير مقاطع Full HD بتردد 30 إطارا في الثانية باستخدام العدسة الأساسية الخلفية والعدسة الأمامية. البطارية جاءت بسعة 4000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط عبر مدخل USB من نوع C. سيتوفر الهاتف بألوان الفضي والأسود والأزرق الداكن، على أن يتم إطلاقه قريبا في منطقة الشرق الأوسط، والسعر يتراوح من $200 إلى $250 حسب الدولة. ما رأيكم بالهاتف؟ وهل يمكن تصنيفه ضمن أفضل الهواتف التي تقدم قيمة مقابل السعر؟ اكتبوا لنا في التعليقات.